تعالى بقى اقول لك الحكايه ورا حبنا للسكر. فاكر اللحظه اللي كنت بتاكل فيها شوكولاته وقلت هتخلص حته واحده بس وفجاه خلصتها كلها من غير ما تحس؟ اهو ده بالظبط اللي السكر بيعمله. ازاي تعرف ان دماغنا هي اكتر جزء في جسمنا بيحتاج طاقه؟ وطاقه الدماغ بتيجي من الجلوكوز، والجلوكوز بيجي منين؟ من السكر. ولكن لما بناكل حلويات باشكال مختلفه بيحصل شويه تغيرات في الدماغ، طبقا للدكتوره ايمي رايكلت باحثه مشاركه في برين سكان في جامعه ويسترن. قالت اول ما بيدخل السكر لجسمك بيحصل تفعيل لنظام المكافاه. ومين بقى الهرمون اللي بيتم افرازه في الوقت ده؟ بالظبط الدوبامين. بيفرز الجسم الدوبامين ويبدا يقول لك حلو اللي بيحصل ده، المخ مبسوط وعايز سكر تاني، فتاكل حاجات مسكره اكتر وهكذا. وكل مره بقى الجسم يحس انه مش متظبط او مودك وحش شويه تفتكر على طول نظام المكافاه، فتقوم عامل ايه؟ تروح تشتري شوكولاته تاني. ولكن حبك في الاحساس بشعور السعاده الناتج عن تناول السكريات بيخليك تستمر في تناولها، وبالتالي ده بيغير من تركيب مخك. تخيل ازاي؟ هقول لك. التنشيط المستمر لمراكز المكافأة في الدماغ بيخليه يتعود على احساس المكافأة لدرجة الإدمان، وفي الوقت ده لو قللت من كمية السكريات اللي بتاخدها مودك ونشاطك هيتأثروا وتحس ان انت ما عندكش طاقة ومزاجك متعكر. معنى كده عشان تحافظ على نشاطك واحساسك بالسعادة محتاج تاخد جرعة سكر اكبر. تفتكر ده نفس التأثير بتاع ايه؟ للأسف الإجابة هو إدمان المخدرات.